ناس كتير عايزة تخشع في الصلاة بس مش عارفة ازاي. في الفيديو ده هقول لك اول خطوة تعملها عشان تخشع في صلاتك. واول خطوة عشان تخشع في الصلاة لازم تعرف تفسير سورة الفاتحة اللي انت بتقولها دايما في كل صلاتك، وتعرف المحادثة اللي بتدور بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى وانت بتقرأ سورة الفاتحة. وتفسير سورة الفاتحة مبدئيا: الحمد لله رب العالمين، يعني الثناء وكل انواع الحمد لله رب كل شيء مخلوق. الرحمن الرحيم، يعني ذو الرحمة الواسعة التي وسعت كل شيء. ومالك يوم الدين، يعني مالك يوم القيامة، ويوم القيامة الكون كله هيبقى في قبضة ربنا سبحانه وتعالى. وإياك نعبد وإياك نستعين، يعني نخصك وحدك بكل أنواع العبادات ونطلب العون منك في كل شؤوننا. اهدنا الصراط المستقيم، يعني اهدنا الطريق المستقيم الذي لا عوجاج فيه، وهو طريق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في الإسلام. صراط الذين أنعمت عليهم هم النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، غير المغضوب عليهم وهم اليهود، ولا الضالين هم النصارى. والمحادثة اللي بتدور بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى لما تقرأ سورة الفاتحة زي ما وردت في الحديث الشريف عن النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. عاوزك بقى بعد كده وانت بتصلي وانت بتقرأ سورة الفاتحة تعيش في معانيها وتعيش في المحادثة اللي بتدور بينك وبين ربنا، وان شاء الله هتلاقي الخشوع في صلاتك. وما توقفش عن تفسير سورة الفاتحة بس، لا كمل في باقي السور عشان لما تقرأ باقي السور تكون عايش في معانيها. وان شاء الله يكون في فيديوهات تانية عن خطوات الخشوع في الصلاة، فما تنساش تعمل لايك وشير عشان ننزل فيديوهات اكتر. ولو حابب تدعمنا ماديا على باتريون هتلاقي اللينك في الوصف تحت. يلا اشوفكم على خير.